انضم معنا عبر الهاتف الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. مساء الخير، صباح الخير لك دكتور واصل. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني بداية، كيف تتابعون خطورة الأوضاع وبالذات عندما نتحدث عن خطورة التهجير في قطاع غزة؟ بالطبع يعني حرب إبادة يقوم بها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، تدمير كبير لكل مناحي الحياة، البيوت والمؤسسات والبنية التحتية والمشفيات وأماكن العبادة وكل شيء، وأيضا أكثر من 90,000 بين شهيد وجريح ومفقود حتى الآن بعد 3 أشهر من هذه الحرب الإجرامية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني والحصار الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، ويمنع دخول المواد الطبية والغذائية والوقود إلا بقدر محدد من أجل تجويع وتعطيش أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يتضور جوعا وعطشا أمام أنظار العالم أجمع. وبالتزامن مع ذلك ما يجري في الضفة والقدس أيضا، اقتحامات يومية واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا الفلسطيني واغتيالات، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك أهداف هذه الحرب واضح تماما، أنه أولا تحاول كسر إرادة شعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته الباسلة التي يجسدها بشكل يومي ضد الاحتلال، والأمر الثاني وهو التأكيد على أن هناك استراتيجيات لها علاقة بسيناريوهات يضعها الاحتلال لأجل تنفيذها، ويعتقد أن الوقت سانح في ظل تحالف أمريكي احتلالي في هذه الحرب العدوانية والإجرامية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التهجير لأبناء شعبنا الفلسطيني سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن أو إلى أماكن أخرى. وهذا الأمر الذي يتم الحديث عنه بشكل علني. والأمر المهم أيضا في هذا السياق هو محاولة الحديث عن اليوم التالي، أي فصل قطاع غزة وإيجاد إدارة احتلالية أو عربية أو دولية وغير ذلك. وهذا الأمر يعني أحد المسألتين، المسألة الأولى وهو ضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية، دولة فلسطينية تقام على الأراضي المحتلة بعدوان 67 في قطاع غزة والضفة والقدس العاصمة، وحق العودة للاجئين. هذا هو الأساس الذي يستند إليه أي سلام أو استقرار أو أمن في هذه المنطقة. والأمر الثاني هو ضرب التمثيل الفلسطيني في إطار منظمات التحرير الفلسطينية المؤثر الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من خلال الحديث عن فصل قطاع غزة. لذلك الأهداف المبيتة الخبيثة للاحتلال أمام هذه الحرب العدوانية لا يكتفي بالتدمير والقتل وكل ما له علاقة بتدمير الحياة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولكن هو يحاول أيضا استفادة بقدر ما يمكن خلال صمت دولي وصمت عربي وإسلامي لا يرتقي إلى مستوى الدم الفلسطيني، وفي ظل تحالف استراتيجي احتلالي أمريكي في الإمعان باستمرار هذه الحرب العدوانية والإجرامية لتحقيق أهدافها التي فشل حتى الآن في تحقيق أي هدف من أهدافها سوى الاغتيالات التي يقوم بها من خلال إرهاب الدولة المنظم، كما جرى باغتيال الشهيد القائد صالح العارور نائب الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عملية جبانة إرهابية تشكل للاحتلال إمكانية الحديث عن أنه ينجح في عملية الاغتيالات وفي عملية إخضاع شعب الفلسطيني. هذا الأمر لم يحصل لا سابقا ولا الآن ولا يحصل مستقبلا. نعم. طب في صعيد ما أشرت له دكتور واصل، يعني هل تعتقد أن أهداف منظمة التحرير اليوم الاستراتيجية الموضوعة في ظل ما أشرت له من محاولة الاحتلال لتحقيق أهدافه في الضفة وقطاع غزة من التهجير، من الإبادة، من المجازر، يعني ما هي أهداف منظمة التحرير اليوم في ظل تحدثنا بشكل واضح تماما حول 4 آليات أساسية يرتكز عليها الموقف الفلسطيني بالإجماع. الأمر الأول وهو تضافر كل الجهود أجل وقف هذه الحرب، حرب الإبادة يستعرض لها شعب الفلسطيني، لأن كل لحظة تمر وكل ساعة وكل يوم هناك مزيد من الدم الفلسطيني، هناك مزيد من الشهداء والجرحى وأيضا التدمير الذي طال كل ما له علاقة بالحياة الإنسانية. يحاول خلق غزة بيئة طاردة للشعب الفلسطيني، أي لا يستطيع الحياة بعد هذا التدمير الكبير لكل مناحي الحياة في قطاع غزة. لذلك الوقف الحرب بشكل فوري هو الأساس الذي نسعى لأجل تحقيقه. والأمر الثاني بطبيعة الحال إدخال المواد الطبية والغذائية والوقود إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. صحيح أنه الإدارة الأمريكية أجهضت قرار مجلس الأمن حول وقف الحرب في المرة الأولى، والمرة الثانية تعلمنا الجمعية العامة 153 دولة صوتت إلى ذلك، ولكن لا أذن تصغي إلى هذا المطلب لا من الإدارة الأمريكية ولا من الاحتلال. وبالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي كان واضح تماما أن الإدارة الأمريكية كانت تحاول وضع فيتو، ولكن كان هناك قرار بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية ضمن ممرات آمنة على صعيد الماء والكهرباء والوقود والمواد الطبية وغير ذلك، ولم يتم الالتزام حتى بهذا القرار. لذلك إدخال هذه المواد أصبحت حاجة ملحة إنسانية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة. الأمر الثالث
هو رفض كل ما له علاقة بالحديث عن أي تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني. هذه أرض للفلسطينيين ولا يمكن القبول بأي تهجير لا لشخص ولا لأبناء الشعب الفلسطيني، لا من قطاع غزة ولا من الضفة والقدس. هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية وقرارات الدولية والاتفاقيات التي تستند إلى إقامة دولة فلسطينية عليها وحق العودة للاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية وقرارات الدولية. والأمر الآخر أننا نحتاج إلى عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسباني وتصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وحق العودة للاجئين والابتعاد عن كل ما له علاقة ورفض ما له علاقة بما يتم الحديث عن فصل قطاع غزة وأن يكون هناك حكومة من العشائر أو من غيرها تحكم قطاع غزة. قطاع غزة هو جزء من أراضي فلسطين المحتلة وينطبق عليه ما ينطبق على كل أراضي فلسطين المحتلة، وهذا الأمر مرفوض تماما. لذلك المساعي والجهود تبذل من أجل أن الاستقرار والسلام والأمن يستند إلى حقوق الشعب الفلسطيني التي لابد أن تقام من أجل تحقيق ذلك. أنا بتشكرك دكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في هذا الصباح في برنامج تحيلك يا وطن.